لما بيدرسوا لهم الكلام ده دماغهم ما بتستحملش الحضارة، فبيقعدوا يتكلموا معانا بحكم الأموات بتوع زمان اللي من سنة ألف، من ألف سنة فاتت، ويقهرونا، وإلا نبقاش مسلمين. شوف كمان من ضمن اللي بيدرسوا لي العيال بيقول: وحيث جوزنا أكل ميتة الآدمي، يعني ممكن يأكل آدمي بس في حالة الاضطرار، لا يجوز طبخها ولا شيها لما في ذلك من هك حرمة، قال بعد ما هياكله او هياكله بس ما يسلقوش ولا يشويه، ويتخرف في ذلك بان اكله نيئا وغيره، وله قتل مرتد، خلي بالك، وله قتل مرتد واكله وقتل تارك. ايوه، يعني يقتل بني ادم ويشويه وياكله عشان جعان. لا لا لا، نعم نعم، يجوز اكل لحوم البشر بشرط ان لا تطهى او تقلى أو تسلق. ها نحن بتنا في زمن العجائب، فانقلب الحق باطلا والباطل حقا، وبات الحلال حراما والحرام حلالا، وباتت الفتاوى تهطل علينا من كل حدب وصوب، فتاوى ما أنزل الله بها من سلطان. الذين يعملون مع السلطة يجب أن نقاتلهم جميعا، عسكريين، مدنيين، علماء، جاهلين. الذين يعملون مع السلطة يجب أن نقاتلهم جميعا، عسكريين، مدنيين، علماء، جاهلين. نعم أيها السادة، هذه هي عقيدة زمن الربيع العربي، عقيدة سوداء تشبه ربيعهم وتشبه عقولهم التي ملأها الظلام وسادها الحقد والجهل. فعن أي ربيع وأي عربي يتكلمون؟ خفافيش الظلام توصيف ينطبق على هؤلاء بجدارة، لأنهم لا يظهرون إلا في العتمات والظلمات وفي ظل الخراب والدمار والفوضى. هم عشاق دماء وأشلاء، يرقصون فرحاً وابتهاجاً على جثث ضحايا إجرامهم، ويسطرون بدمائهم صفحات جرائدهم الصفراء، ويتلذذون بآلام الأمهات والأوطان. هم شيوخ يتسترون تحت مسميات إسلامية، ذمامهم وضمائرهم برسم البيع لأصحاب الجيوب الممتلئة بالدولار، فعند ظهور تلك العملة الخضراء تسهل الصعاب وتحقق المعجزات. يستخفون بعقول البشر وكأنهم يقصدون إهانة الوعي العربي عامة والإسلامي خاصة، ويتلثمون الدين جلبابا وعباءة، والدين منهم براء. يا مفتي الجمهورية، يا وزير الأوقاف صح النوم، الكتاب اللي بيدرس لطلبة ثانوية عامة فيه كلام إنه تارك الصلاة يتم شيه وأكله. أيوة، قتله ثم شيه ثم أكله دون الرجوع للحاكم. دون الرجوع للحاكم، يعني ده يعني أرضية خصبة لإنشاء جماعات بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعمل الكلام ده. طق قلبنا ونحن نوعي ونفهم، ولكن أيها السادة، هذه الحلقة ليست مخصصة لتعرف عدوك، بل لتضحك عليه.